بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم لنتابع معا مباراة الكرة الطايرة بين فريقي النادي الأهلي ونادي سموحة في الدور الثاني للدوري الممتاز، الجولة الثانية بالدور الثاني ألف لبطولة الدوري الممتاز ألف رجال موسم 2023 2024. محدثكم دكتور مروان صالح. نتابع معا هذا اللقاء، تحدي جديد لفرقة النادي الأهلي، تحدي جديد في مباريات الكرة الطايرة في الدور الثاني، في إيه؟ إن هو يواجه فريق نادي سموحة. طبعا هذا الدور أو هذه اللقاءات اللي هو الدور الثاني بيأتي بعد الدور التمهيدي الأول اللي كان فيه 24 فريق في كل في المجم... 24 فريق في كل مجموعة ست فرق. تم اختيار الأول والثاني والثالث من كل مجموعة، اتعمل مجموعتين، والفريق اللي لعب مع الفريق اللي في المجموعة بتاعته قبل كده في الدور التمهيدي مش هيلعب معاه تاني زي الأهلي في المجموعة دي، مش هيلعب مع نادي بتروجيت ونادي الترسانة، دول كانوا في مجموعته في الدور التمهيدي، ولكن هيلعب مع لعب مع قناة وفاز عليها 3-0، وهيلعب مع سموحة إن شاء الله النهارده، وأعتقد السبت القادم هيلعب مع سبورتنج في المباريات المتبقية. على ايدك اليمين هيبقى فريق نادي سموحة بزيه الابيض، وعلى ايدك اليسار فريق النادي الاهلي بزيه الابيض المعتاد والشورت الاسود، وتشكيل النادي الاهلي هقول لحضراتكم: رقم 14 سيف حسن عابد، محمد عصران رقم 9، عبد الله عبد السلام رقم 2، احمد صلاح العالمي رقم 4، عبد الرحمن سعودي رقم 15، ومحمد رقم 16 محمد عبد المحسن، وحسام يوسف رقم 2 معد الفريق الاساسي، هو مريح في البدايه احمد صلاح وعبد الله عبد السلام، رقم 22 احمد عزب الشرباجي رقم 22 بيلعب في اربعات. دول تشكيل النادي الاهلي، والليبرو محمد رمضان رقم 7، وتشكيل هذا هو تشكيل النادي الاهلي. اما تشكيل نادي سموحه اقول لحضراتكم عليه حالا، والمدير الفني الاسباني فرناندو بنتيز دايما شايل النوته بتاعته والقلم والتاب، ودايما بيسجل كل صغيره وكبيره، هذا هو سمات المدير الفني الناجح. معاه بيعاونه محمد السيد ومحمد الحسيني مدربان، مدرب عام محمد السيد، محمد الحسيني مدرب، عبد اللطيف عثمان مدير فريق، احمد محمد اسامه اداري الفريق، اسامه ابو زينه محلل تقني، شادي فهيم محلل تقني، شريف محمد صلاح مدرب لياقه، هذا هو الكابتن اشرف رشاد مدير فني نادي سموحه، واقول لحضراتكم على اسماء الجهاز الفني ولاعبي سموحه. شريف محمد صلاح مدرب اللياقه، ايهاب فخر الدين طبيب، آسر محمد كمال أخصائي علاج طبيعي، أسامة إبراهيم أخصائي تأهيل، محمد شهير الدين مدلك. ومع بداية الشوط الأول وهيبقى إيد على النادي الأهلي على إيدك اليسار، آدي حوار ثنائي ما بين محمد رمضان رقم 7 ليبرو الفريق وعبد الرحمن سعودي، ده قصير شوية فبيهزروا مع بعض، وقفشة كده جميلة بتبقى قبل بداية المباراة. وادي كابتن عبد الله عبد السلام وكابتن أحمد صلاح العالمي والفتى الاسمر الذهبي عبد الله عبد السلام، الاثنين طبعا مريحين في بدايه الشوط لحد ما يشوف المدير الفني الاسباني فرناندو بنتيز الفريق سموحه وقوته ايه وهيعمل معاه ايه. ادي جماهير النادي الاهلي اهي رافعه علم النادي الاهلي وبتشجع النادي الاهلي في كل وقت وفي كل مكان وفي كل الالعاب، وفي بدايه من الساحره المستديره كره القدم الى الالعاب اليد والطايره والسله وكل الالعاب بنلاقي جماهير النادي الاهلي دايما بتشارك. ادي اسماء لاعبي نادي او هنقول ارقام: رقم 22 احمد محمد عبد العال درونكا ده ليبرو الفريق، رقم 7 محمود سعيد باشا ده معد الفريق، رقم 13 ادهم اسامه عبد القادر ده رقم بيلعب في اربعات. وادي بداية الشوط الأول والإرسال مع نادي سموحة، إرسال من أعلى نادي سموحة، استقبال محمد رمضان، إعداد حسام يوسف، وضربة ساحقة من سيف عابد، والنقطة الأولى للنادي الأهلي. يلا بقى ندور على التألق، ندور على النقط، ندور على الإنجاز جديد وتحدي جديد للنادي الأهلي في بداية الجولة الثانية للدور الثاني للكرة الطايرة الأهلوية ذات الرداء الأحمر. محمد عبد المحسن رقم 16 بيلعب من أعلى،
استقبال نادي سموحه وضربه ساحقه من رقم 15 كده عمر عمرو رأفت ابراهيم، ده رقم 3 او عمرو جبل بيجيب نقطه التعادل 1-1. رقم 2 من نادي سموحه محمد عادل محمد، ومعاهم محترف اوكراني اسمه رومان فلوكف من اوكرانيا، وفي محمد جبل طبعا رقم 3 لاعب السابق ببتروجيت ونادي الزمالك. وهي ضربه ساحقه يا ولد يا ولد يا سعودي يا جامد، بيلعب ضربه ساحقه كده من مركز 3 سريع وبيجيب النقطه الثانيه للاهلي، اهو طالع مع كره معدوده، ولا احسن ولا اروع ولا افضل من كده من معد الفريق حسام يوسف رقم 12 حاسف عابد على الارسال، ارسال من اعلى استقبال من نادي بوريس، النقطة الأولى في الشوط الأول من سيف حسن عابد، بيجيب النقطة الثالثة 3 الأهلي 1 سموحة، أهي أمام حضراتكم رقم 5 من فريق نادي سموحة اللي هو رومان فولكوف، وطلعت خارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي. سيف عابد على الإرسال مرة تانية، استقبال اعداد ومضربه ساحقه وحائط صد ولا احسن، وبيجيب نقطه للنادي الاهلي النقطه الرابعه، ويتقدم الاهلي 4-1 سموحه، اهي طالع وحائط الصد الجميل الثلاثي محمد عصران سعودي حسام يوسف، الثلاثه ضلموا الشبكه على الضارب من فريق نادي سموحه. الارسال مع النادي الاهلي، سيف عابد من ساعه ما مسك الارسال ان شاء الله نتمنى الاستمرار له، وزي ما يكون حسدناك يا سيف، معلش يا سيف، ينتقل الارسال الى نادي سموحه، والنقطه الثانيه لسموحه 2 سموحه 4 النادي الاهلي. لازم الهدف من الارسال هو تعديه الملعب المنافس او احراز نقطه مباشره عن طريق الوصول الكره الى ملعب المنافس والحصول على نقطه. خارج الملعب محدش احسن من حد، الاهلي ضيع سموحه ضيع، والنقطه الخامسه للنادي الاهلي، 5 الاهلي 2 سموحه. وادي الارسال مع محمد عصران رقم 9، محمد عصران رقم 9 من اللاعبين الواعدين اللي لهم مستقبل ان شاء الله هيكون باهر في النادي الاهلي والمنتخبات. ارسال من اعلى محمد عصران، واستقبال من نادي سموحه ومحاوله خلفيه، وبيلعب الكره فولكف اللي هو الاوكراني المحترف وبيلعبها صوابع كده مرة تانية هناك كده في مركز 4 رقم 13 وحاط الصد احمد عزب الشرباجي وحسام يوسف وعبد الرحمن سعودي، المرة دي الثلاثة دول ضلموا الشبكة بدل ما كان محمد عصران معاهم، لا طلع احمد عزب في المنطقة الهجومية او المنطقة الامامية وضلموا الشبكة، ورجعت الكرة الى ملعب نادي سموحة، والتقدم الاهلاوي 6-2 سموحة، وعصران على الارسال رقم 9 محمد عصران، ارسال من اعلى استقبال نادي سموحة، واعداد في مركز 4 رقم 13 بيضربها قوية ادهم محرم او ادهم اسامة، وبتيجي في حائط الصد الاهلاوي وتبقى خارج الملعب، ونقطة لنادي سموحة. اهو في الاعادة باينة جت في حائط الصد وخرجت تاتش بلوك، وتبقى نقطة لنادي سموحة. الارسال مع نادي سموحة 13 ارسال، ادهم محرم الاثنين بيضيع الارسال، ثاني ارسال يضيع من نادي سموحه مقابل ارسال واحد من النادي الاهلي. هنحسب مع بعض الارسالات اهو، ادي ده ثاني ارسال، وهنا ارسال للنادي الاهلي ضايع. عبد الرحمن سعودي رقم 15 على الارسال، سعودي بيلعب في مركز ثلاثات، لاعب متميز وطوله كويس، هيلعب ارسال من اعلى استقبال نادي سموحه ومحاوله وتغطيه، ولكن في بيتعزموا على بعض في النادي الاهلي، والنقطه رقم 4 لنادي سموحه. اهو طالع اهو رقم 11 محمد ابو رايه، وبيلعب الكوره في معازمه او اتاخروا او ما لحقوش الكوره، وادي الارسال مع نادي سموحه، ابو رايه على الارسال رقم 11 محمد احمد ابو رايه، ارسال من اعلى مع الوزن استقبال النادي الاهلي، حسام يوسف اعداد ضربه ساحقه من احمد عزب الشرباجي من مركز 4 وبيجيب النقطه، اهو طالع احمد عزب اهو، وطالع معاه اقول لحضراتكم محمد عبد المحسن عشان بيبقى اسمها يعني ايه تمويه
ان هو هيطلع يضرب، ولكن اللي بيضرب اللي وراه اللي هو احمد عزم. والنقطه الثامنه دبل سكور للنادي الاهلي، وضربه ساحقه ودفاع عن الملعب محمد رمضان، وبيطلع احمد عزب مره تانية وبيضرب، وخطا على نادي سموحه، لمس شبكه اعتقد، والحكم مشاور عليها الحكم الدولي ناصر حمدي ومعاونه محمد زقزوق ديوان هذا اللقاء. وبنقول ان اللقاء اتاخر اكيد عشان في برنامج حديث اسمه الحوكمه اي تي لتطوير الكره الطايره، كل ما هو ما بالكره الطايره وقت مستقطع، طلبوا اكيد الكابتن اشرف رشاد المدير الفني لنادي سموحه، وبيعاونه محمد محمود رشدي مدرب عام، محمد زكريا سعيد محلل تقني، مصطفى العشماوي اداري، عمر سالم مخطط احمال، محمد جمعه علاج طبيعي، دكتور احمد يونس مطور الاداء الفني. كابتن اشرف رشاد قال لي ده في حاجه اسمها مطور اداء فني هو عامله جديد، وشريف السيد ده للمهمه. والنقطه التاسعه، تسعه الاهلي اربعه سموحه، قلت لحضراتكم برنامج الحوكمه اي تي اللي جابه المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكره الطايره ونائب رئيس الاتحاد العربي، جابه من الامارات، ويتم تطبيقه بدايه من الدور الثاني، وبكل فريق بيبقى ليه باسورد والاسماء والمخالفات والفلوس وكل ما مرتبط بالكره الطايره باللعبه، سواء لاعب سواء حكم سواء نادي سواء اداري سواء كل حاجه هتبقى موجوده على هذا النظام. وتكلفه هذا الـ البرنامج يعني هو بيقول ان احنا جايبينه من الامارات ودي او يعني مجانا. وهذه نقطه لنادي سموحه، النقطه الخامسه، خمسة الإمارات، خمسة سموحة، الأهلي عشرة. طبعا مجهود مشكور عليه المهندس ياسر قمر رئيس اتحاد الكرة الطايرة، وطبعا كل الأمنيات لكل أعضاء اللعبة في الكرة الطايرة، سواء مدربين سواء حكام سواء لاعبين سواء أندية سواء منتخبات، في التقدم، ودايما إن شاء الله في التقدم في ظل وجود مجلس إدارة يكون واعي ويكون فاهم وكل حاجه بيطبقها ويعملها. ادي ضربه خلفيه من محمد عصران جاي من ورا وضرب كده، النقطه 11، الاهلي سموحه خمسه، والارسال مع نادي الاهلي اهو، احمد عزب الشرباجي رقم 22 بيلعب ارسال مع يا احمد اهدى بالارسال شويه عشان ما تخسرش كده، ده الارسال رقم 2 في الاهلي ضايع، وفي 2 ارسال في نادي سموحه. على الارسال رقم 5 اللاعب الاوكراني فولكوف، رومان فولكوف محترف اوكراني رقم 5، وهيلعب ارسال من اعلى، استقبال ارسال قوي فعلا، احمد عزب بيدافع، وادي محاوله في خطا على النادي الاهلي، كره دبل مشاور عليها كابتن ناصر حمدي الحكم الدولي وحكم اللقاء. الارسال مع النادي سموحه، وستة سبعة سموحة، الأهلي 11 مع فولكوف رقم 5 بيلعب في أربعات، وضربة ساحقة، وفعلا صعب مهمة الأهلي في الكورتين اللي فاتوا دول أهو، ومحاولة من محمد عصران بيرجع كرة ملعب نادي سموحة، ومحاولة من حائط الصد الزوجي سيف عابد ومحمد عبد المحسن، ولكن التغطية ما جاتش كما يرى كما هي. ونقطة لنادي سموحة، النقطة الثامنة، ما لحقهاش حسام يوسف، ما كانش مستعد لها أو جات له مفاجأة، والنقطة الثامنة. 8 سموحة 11 النادي الأهلي، في اعتراض يمكن من الكابتن معد الفريق وكابتن الفريق حسام يوسف على القرار، ولكن الحكم قال له ما فيش أي حاجة في الكورة اللي فاتت. إرسال ضايع أهو، الإرسال رقم 3 كده، خلينا مع بعض نعد الارسالات اللي ضايعه بقى. ادي ثالث ارسال في نادي سموحه بيضيعه فولكف، بيضيعه نادي سموحه، واللي ضيعه فولكف او رومان فولكف. ادي ارسال مع محمد عبد المحسن، هيلعب ارسال من اعلى عبد المحسن رقم 16، والتقدم 12 الاهلي، 8 سموحه. الجوله الثانيه من الدور الثاني الف لبطوله الدوري الممتاز الف رجال 2023 2024، ونقطة لنادي سموحة هنشوفها تاني في الإعادة اهي مع حضراتكم، إعداد خلفي وضرب ساحق وبتيجي جنب رجل أحمد عزب الشرباجي، ما خدش الوضع المناسب ليها، وتبقى نقطة لنادي سموحة.
سموحه 9-12 الاهلي، والارسال مع رقم 15 من سموحه عمرو رأفت، واستقبال حسام يوسف بيعد، وضربه ساحقه ماحقه من عبد الرحمن سعودي سريعه من مركز ثلاثه، وبيجيب النقطه 13 وطالع وضارب اهو من اعلى نقطه، من اعلى نقطه، وجاب النقطه رقم 13. سيف عابد على الارسال، اللفه خلصت وجات. ارسال من اعلى بيجي في الشبكه سيف، تاني ارسال يا سيف، يبقى كده 3 الاهلي و3 ليه اهو. المدير الفني الاسباني فرناندو بيبص له اكيد بيقول له اعمل حاجه معينه، بيصلح الخطا لو في خطا ولا اي حاجه، وان شاء الله اودي في عصايا الانتنه بتاعه الشبكه اللي بجوار الحكم الاول وقعت، وبيحاول يعملها الكابتن محمد زقزوق ومعاه مراقب الخط واحد العاملين بالصاله المغطاه بصاله الاميل عبد الله الفيصل بفرع الاهلي بالجزيره. وتم طبعا الارسال مع النادي سموحه، 10 سموحه 13 النادي الاهلي، رقم 2 على الارسال، محمد عادل على الارسال، هيلعب ارسال من اعلى، مش محمد عادل دوله بتاع زمان اللي راح الزمالك دلوقتي، لا هو واحد تاني اسمه محمد عادل محمد، رقم 2، وضربه ساحقه ومحاوله من حائط الصد ونقطه النادي سموحه، النقطه 11. يلا نوقف بقى حائط الصد ونوقف الضربات الساحقه ونوقف كل حاجه عشان نفرق في او نوسع الفارق لصالح النادي الاهلي. ارسال من اعلى محمد عادل تاني، استقبال محمد رمضان، حسام يوسف، ضربه ساحقه من محمد عصران تيجي في حائط الصد وتبقى خارج الملعب، والنقطه رقم 14 للنادي الاهلي. 14 الاهلي 11 سموحه. وادي الكره في الاعاده باينه جميله جدا، اعداد مناسب وضربه ساحقه متميزه من محمد عصران بيجيب النقطه 11 14. 14 الاهلي 11 سموحه، والارسال مع عصران، عصران بيلعب ارسال قوي، استقبال اعداد من سموحه، في خطا كده على فريق سموحه، وشاور الحكم اهو ناصر حمدي على الخطا، كره دبل، والارسال مع النادي الاهلي، والنتيجه 15 الاهلي 11 سموحه. على الارسال محمد عصران رقم 9، عصران بيلعب ارسال متميز، بيلعب ارسال من اعلى مع الوزن، هنشوف الارسال اهو طالع وضارب عصران وتيجي في الشبكه. يا عصران احنا عايزين نلعب الارسال، الهدف من الارسال انه يعدي الملعب يعدي الى الملعب المنافس ويصعب الدفاع على الفريق الاخر. ادي الجماهير اهو، يعني جماهير بتحيي النادي الاهلي، وكره عايز يغيرها لاعب نادي سموحه رقم 13 ادهم محرم، وعايز يغير الكره وغيرها فعلا، هيلعب ارسال ادهم محرم، استقبال النادي الاهلي، عزب، حسام يوسف، سيف عابد، يا ولد يا سيف يا ولد، تسلم ايدك يا سيف، والنقطه 16 جت في ايد ابو جبل وخارج الملعب اهي، قويه جدا وتخرج خارج الملعب، جت في ايد درونكا، سوري درونكا، احمد محمد عبد العال درونكا رقم 22، ومعاه فارس مواليد عباس بيلعب ليبرو برده من مواليد 2005، يعني حاجه جميله قوي 2005، يعني عنده 18 سنه. ادي كره بالعديه من نادي سموحه، حسام يوسف، احمد عزب طالع من مركز أربعة وبيشوط أحمد عزب وبيجيب النقطة 17. 17 الأهلي 12 سموحة، حائط صد مشروخ من سموحة، وأحمد عزب بيلعب الكرة كده وبتيجي قوية في لاعب وترجع ترد في الشبكة ونقطة للنادي الأهلي. عبد الرحمن سعودي رقم 15 على الإرسال، سعودي هيلعب إرسال من أعلى، ادي ارسال من اعلى سعودي، استقبال النادي سموحه واعداد وضربه خلفيه قويه بتيجي في سيف عبد، ومره ثانيه بيشوط احمد عزب وبتيجي في حائط الصد سموحه وبتبقى خارج الملعب، والنقطه 18 للنادي الاهلي وفارق 6 نقاط، اهو طالع
احمد عزب وضارب، ضارب احمد عزب بيلعب ومتالق في مركز اربعه، ربنا يحميه لوالده كابتن عزب الشرباجي. ووقت مستقطع طلبه اكيد الكابتن اشرف خد اشرف رشاد سوري اشرف رشاد المدير الفني نادي سموحه. وده الوقت مستقطع بقى 2 لكل مدير فني ومدته 30 ثانيه او نص دقيقه. وطبعا تم الغاء وقت المستقطع الفني اللي هو عند النقطه 8 وعند النقطه 16 لتشويق الكره ولسرعه اللعب في مباريات الكره الطايره في الاولمبيات وفي بطولات العالم والبطولات العالميه. انتهى الوقت المستقطع. على ايدك اليمين زي اللي لسه جاي قدام شاشات قناه النادي الاهلي، النادي سموحه على ايدك اليمين، وعلى ايدك اليسار النادي الاهلي بزي الاحمر. وادي اهو في كده حوار ثنائي ما بين احمد عزب الشرباجي وسيف عابد، سيف حسن عابد. وادي النقطه 18 12 والارسال مع عبد الرحمن سعودي رقم 15 على الارسال. عبد الرحمن بيلعب ارسال قوي استقبال ونقطه للنادي الاهلي، خطا من نادي سموحه. والنقطه 19 اهو في الاعاده اهو طالع وما لحقش الكوره ولعبها زميله الثاني اللي هو رقم 5 من مركز 4 رومان فولكف. وهي هو ما كانش طالع يضربها، زميله اللي في مركز 3 كان طالع يضرب وعدت منه ما لحقش الكوره فلعبها فولكف ولكن خارج الملعب. عبد الرحمن سعودي 19 الاهلي 12. وادي محاوله مره ثانيه من نادي سموحه وحائط صد من النادي الاهلي وضربه ساحقه من احمد عزب. ومره ثانيه اهو بيعدي وبيلعب كره كده خلفيه محمد عصران بيعديها احمد عزب. ومحاوله من عبد الرحمن سعودي للدفاع عن الملعب ما مره ثانيه احمد عزب. وادي اعداد وحائط صد زوجي محمد عبد المحسن واحمد عزب وتيجي فيهم وتنزل ملعب النادي الاهلي ونقطه لنادي سموحه. النقطه 13 13 سموحه 19 الاهلي عفوا. وفي تغيير كده النادي سموحه، نزل رقم 1 محمد سيد وخرج. هقول لحضراتكم مين اللي خرج. محمد سيد علوان ضربه ساحقه قويه من محمد عصران تيجي في حائط الصد 15 و5 عمرو رأفت وفولكف وتبقى نقطه للنادي سموحه. النقطه 20 نفس التغيير اعتقد في سموحه اهو 11 خرج اللي هو محمد ابو رايه وده خرج وده اعتقد في تغيير تاني اقول لحضراتكم عليه غير محمد سيد. ضربه ارسال قوي من حسام يوسف مره ثانيه فولكف بيلعب وبيلعب على الليبرو محمد رمضان وتيجي في ايديه وتنزل ملعب النادي الاهلي وتبقى نقطه لنادي سموحه. النقطه 14 حاول عليها ولكن جت قدام احمد عزب الشرباجي وجت قدام محمد عبد المحسن ما قدرش يدافع عن الملعب. ارسال مع نادي سموحه استقبال النادي الاهلي حسام يوسف وطالع محمد عبد المحسن سريع. يا ريت حسام يوسف يشغل لعيبه مركز 3 مركز 2 و4 سريع عشان يقدر يخلص من الشوط الاول عشان يبقى دفعه معنويه للشوط الثاني. 21 الاهلي 14 سموحه فارق 7 نقاط والفارق بيزيد لصالح النادي الاهلي. احمد عزب الشرباجي رقم 22 على الارسال بيلعب ارسال قوي احمد رقم 22 ارسال قوي استقبال سموحه ومحاوله للدفاع عن الملعب من حسام يوسف تيجي خارج الملعب المنافس ل ناحيه ملعب سموحه وتبقى نقطه للنادي سموحه. 15 سموحه 21 النادي الاهلي 6 نقاط فارق والارسال مع نادي سموحه او ارسال من اعلى بيجي في الشبكه وادي المره الخامسه لنادي سموحه يضيع ارسال والنتيجه 22 وتغيير اهو نزل عبد الرحمن الحسيني رقم 8 مكان محمد عبد المحسن. طبعا الليبرو خرج لان طبعا اللفه بتلف ونفس اللعيبه موجوده مع عبد الرحمن الحسيني اخو محمد الحسيني مدرب الفريق. مره ثانيه الارسال مع النادي الاهلي عبد الرحمن على الارسال رقم 8
بيبدأ بقى المدير الفني فرناندو بيبقى بيلاقي الفرقة اللي قدامه يعني مستواها مش مضاهي مستوى النادي الأهلي، فبيبدأ يبدل في اللعيبة وينزل وياخد باله إن في ماتشات قوية جاية في الفترة اللي جاية في هذا الدور والدور اللي بعديه ودور الثمانية إن شاء الله. برضه في عصا الأنتنة كابتن أشرف رشاد بيشاور عليها المدير الفني نادي سموحة، الأنتنة فكت مطرح كرة قوية جت فيها، فأهو كابتن زقزوق وكابتن أشرف رشاد واقفين ومراقب المباراة رقم مراقب الخط سوري ومحمد أبو راية اللي هو لاعب رقم 11 لأن هو اللي في مركز أربعة. والإرسال مع نادي سموحة 16 سموحة الكابتن أشرف أهو أشرف رشاد المدير الفني لنادي سموحة، والإرسال مع رقم 15 عمرو رأفت 16 سموحة 22 الأهلي، الإرسال قوي إرسال من أعلى مع الوزن خارج الملعب يا عمرو خارج الملعب، ده الإرسال السادس اللي ضيع من نادي سموحة مقابل أربع إرسالات في النادي الأهلي. الإرسال مع النادي الأهلي 23 الأهلي 16 سموحة، سيف عابد دي اللفة الثانية لسيف أو اللفة الثالثة، يعني هو كان لعب أول حاجة إرسال وبعد كده لفة وبعدها دي اللفة دي تعتبر الحتة الثانية، ضيع الإرسال سيف عابد نقطة ضيعة نقطة 17 لسموحة 23 النادي الأهلي. الإرسال رقم 2 من نادي سموحة محمد عادل إرسال من أعلى إرسال قوي خارج الملعب ده الإرسال السابع والنقطة 24 ونقطة وينتهي هذا الصوت لصالح النادي الأهلي في مباراة الكرة الطايرة المقامة بصالة الأمير عبد الله الفيصل بفرع الأهلي بالجزيرة، مباراة الجولة ضمن مباريات الجولة الثانية في الدور الثاني ألف في بطولة الدوري الممتاز ألف رجال 2023-2024 وفي نفس المجموعة. وادي إرسال محمد عصران ومحاولة وضربة ساحقة لنادي سموحة بيجيب النقطة 18. بيلعب النادي الأهلي مع سموحة الوقت أمام حضراتكم، وفي نفس المجموعة الثانية بتروجيت مع سبورتنج الساعة 8 صالة اتحاد الشرطة الرياضي، الترسانة مع القناة بصالة 100 عقبة، والمجموعة الأولى الداخلية وطلايع الجيش الساعة 6 بالمركز الأولمبي، الزمالك مع إيستر كمباني الساعة 6 بصالة الزمالك، الطيران والاتحاد السكندري صالة اتحاد الشرطة الساعة 6 في نفس هذا التوقيت. نقطة لنادي سموحة. وقت مستقطع طلبه كابتن فرناندو. النقطة 24 للنادي الأهلي و19 لسموحة. وادي هذا الجهاز الفني اهو فرناندو بنتيز المدير الفني الاسباني ومعاه محمد السيد مدرب عام ومحمد حسين مدرب الفريق وتعليمات كده للعيبه والتقاط الانفاس لتصحيح الاخطاء ونقطه وينتهي هذا الشوط. وادي الكابتن اشرف رشاد على الجانب الاخر في نادي سموحه بيدي تعليماته للعيبه النادي الاهلي نادي سموحه. والارسال مع نادي سموحه 19 سموحة 24 النادي الأهلي، إرسال مع رقم 13 من سموحة أدهم محرم يلعب إرسال من أعلى مع الوزن استقبال النادي الأهلي عصران إعداد حسام يوسف مرة تانية حسام وأحمد عزب طالع وبيلعب الكورة ولكن ونقطة للنادي الأهلي تاتش بلوك والنقطة 25 وينتهي الشوط الأول لصالح النادي الأهلي 25-19 الشوط الأول مباراة الكرة الطايرة بين الفريقين الأهلي وسموحة وفاصل ثم نعود لحضراتكم مرة تانية الشوط الثاني مع حضراتكم في الشوط الثاني مباراة الكرة الطايرة بين فريقي النادي الأهلي ونادي سموحة في الجولة الثانية ضمن مباريات الجولة الثانية بالدور الثاني ألف لبطولة الدوري الممتاز ألف رجال 2023-2024 وانتهى الشوط الأول لصالح النادي الأهلي 25-19 ومباراة ملعوبة طبعا في صالة الأمير عبدالله الفيصل بفرع الأهلي بالجزيرة. وأمام حضراتكم آدي الجهاز الفني للنادي الأهلي بيدي تعليماته الأخيرة في الشوط الثاني، ويبقى على إيدك اليمين النادي الأهلي بزيه الأحمر
والشورت الاحمر، وعلى ايدك اليسار فريق نادي سموحه بزيه الابيض. هذه تعليمات الحسيني ومحمد السيد وفرناندو. في الجهه المقابله كابتن اشرف رشاد بيدي تعليماته لفريق نادي سموحه، وهو كابتن محمد رشدي وزملائه في الجهاز الفني. هنقول تشكيل الفريقين، هنقول لحضراتكم حالا هو النادي الاهلي بتشكيله 14 سيف عابد مركز 4، محمد عصران مركز 4 رقم 9، احمد عزب الشطبق رقم 22 مركز 4 برضو، عبد حسام يوسف معد الفريق رقم 12، و محمد رمضان ليبرو الفريق رقم 7، محمد عبد المحسن رقم 16 رقم 3. وادي تشكيل النادي الاهلي، تشكيل نادي سموحه. محمد سيد رقم 1، محمد عادل رقم 2 بيلعب في مركز 2، محمد جبل رقم 3، روماني فولكف اوكراني محترف رقم 5. ادي الكابتن اشرف رشاد بيدون تعليماته، محمود سعيد باشا معد الفريق رقم 7، ومعاهم محمد ابو رايه رقم 11 كابتن الفريق، وادهم محرم رقم 13، واحمد وعمرو رأفت. وادي ارسال من احمد عزب الشوطات رقم 22، وكوره خارج الملعب، والنقطه الاولى للنادي الاهلي في هذا الشوط، كوره خارج الملعب والنقطه الاولى للنادي الاهلي اهو كالعاده بين خالص جت خارج الملعب واحد الاهلي لا شيء سموحه في الشوط الثاني من مباراه الكره الطايره في الدور الثاني أو الجولة الثانية بالدور الثاني ببطولة الدوري الممتاز ألف رجال 2023-2024، والمقاومة بصالة الأمير عبد الله الفيصل للنادي الأهلي فرع الجيزة. النقطة الثانية النادي الأهلي 2 للأهلي لا شيء سموحة، وعلى الإرسال النادي الأهلي أهو أمام حضراتكم في هذه النقطة الثانية أهي، لعبت من أحد لاعبي نادي سموحة بيد واحدة كانت خارج الملعب. طبعا شايفين محمد رمضان ليبرو الفريق بيشاور للمدير الفني فرناندو بنتيز اللي هو الاسباني المدير الفني، وباين عليه واضح الرضا في على اداء الفريق. اعداد نادي سموحه ضربه ساحقه ومحاوله حائط صد جماعي سيف عابد ومحمد عبد المحسن ومحمد عصران، وبيجيب النقطه الثالثه 3 الاهلي لا شيء سموحه. بدايه طيبه للنادي الاهلي وتحدي جديد الشوط الثاني للوصول الى لقب الدوري الممتاز الدوري العام للنادي الاهلي رجال في الكره الطايره. احمد عزب الشربجي يلعب ارسال من اعلى، استقبال اعداد كده ومحاوله حائط صد والكره خارج الملعب، خارج الملعب، ملعوبه سريع وملعوبه كويس ولكن خارج الملعب. النقطه الرابعه للنادي الاهلي اهي طالع وضارب رقم، من نادي سموحه وخارج الملعب، والنقطه الرابعه 4 الاهلي لا شيء سموحه. ارسال من اعلى احمد عزب الشرباجي وخارج الملعب يا احمد، والنقطه الاولى لنادي سموحه، 1 سموحه 4 النادي الاهلي. اهو احمد درونتا بيشد من ازل اللعيبه اللي هو رقم 22 اللي هو ليبرو الفريق، رقم 5 على الارسال، يلعب ارسال من اعلى فولكاف الاوكراني المحترف، وادي محاوله من النادي الاهلي والكوره ملعوبه مرة تانية، ضربة ساحقة من سيف عابد وبتيجي في حائط الصد وتبقى خارج الملعب، والنقطة الخامسة وينتقل ارسال الى النادي الاهلي. اعداد وضربة وطالع سيف عابد وضارب من اعلى نقطة جت في ايد حائط الصد ولكن تغطية من ابو جبل ما قدرش يلحقها، والنقطة الخامسة. على ارسال محمد عبد المحسن رقم 16 هيلعب ارسال من اعلى، تيجي في الشبكة يا محمد، ارسال فاشل او ضايع ونقطه على النادي الاهلي. 2 سموحه 5 الاهلي. عشر على الارسال من نادي سموحه، محمد عفيفي او محمد محمود ابراهيم هيلعب ارسال من اعلى، اهو بيلعب ارسال من اعلى مع الوزن، استقبال النادي الاهلي، حسام يوسف محاوله وطالع ولكن في خطا على حسام يوسف ان هو دخل ايديه في ملعب نادي سموحه، عفوا اهو بص دخل ايديه في ملعب نادي سموحه، بيشاور عليها كابتن ناصر حمدي، ونقطه
لنادي سموحه. 3 سموحه 5 الاهلي، وارسال قوي واستقبال حسام يوسف، اعداد خلفي، ضربه ساحقه وكده من سيف حسن عابد، وبيجيب النقطه السادسه. كره لا تصد ولا ترد، اهي ضربه ساحقه ماحقه زي ما بيقول الكتاب، وبيجيب منها النقطه السادسه ودبل سكور للنادي الاهلي. سيف عابد على الارسال، سيف حسن عابد على الارسال، منتقل من نادي الزمالك الى النادي الاهلي هذا الموسم. ارسال من اعلى خارج الملعب يا سيف، خارج الملعب. والارسال مع النادي سموحه، 4 سموحه 6 الاهلي، الشوط الثاني. مباراه الكره الطايره اللي لسه جاي امام شاشه قناه الاهلي. ارسال من اعلى رقم 2 من سموحه، محمد عادل بيلعب ارسال قوي، حسام يوسف، وبيلعب ليه محمد عصران في مركز 4 وبيحاول يضرب، ولكن في دفاع عن الملعب جيد من نادي سموحه. تاني بيعد حسام يوسف لمحمد عصران في مركز 4 وبيضرب، ولكن الكره بقت سجال بين الفريقين، قدر سموحه يوقف الكره سنه بسيطه، ولكن ادي النقطه السابعه اهي اهي طالع وضارب محمد عصران وبيجيب النقطه اهي النقطه الايه السابعه لنادي الاهلي. عصران على الارسال رقم 9، عصران هيلعب الارسال. في حديث كده ما بين الحكم الاول وبعض لاعبي سموحه. ارسال من اعلى عصران خارج الملعب. يا عصران يا عصران احنا مش عايزين نضيع الارسال يا جماعه، لازم نخلي بالنا لو مش هنجيب نقطه من الارسال خلاص نعدي الكوره بس. 5 سموحه 7 الاهلي و13 على الارسال. ادهم محرم هيلعب ارسال من اعلى، استقبال، اعداد حسام يوسف، وحائط صد مره ثانيه خارج الملعب، ونقطه لسموح. النقطه السادسه، الفارق اصبح نقطه واحده، لازم نوسع الفارق ونزود شويه عشان الاهلي يتقدم، عشان ناخد نقط اكتر ونفوز بالشوط الثاني، يبقى فاضل شوط واحد ونخلص المباراه. ارسال من اعلى رقم 13 من نادي سموحه خارج الملعب، خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي. 8 الاهلي 6 سموحه. على الارسال عبد الرحمن سعودي، سعودي على الارسال، هيلعب ارسال من اعلى، عبد الرحمن يلعب ارسال قوي، استقبال النادي سموحه، وحائط صد من لعيب النادي الاهلي محمد عبد المحسن واحمد عزب، محاوله مره ثانيه واهو، لكن رقم 7 من نادي سموحه اللي هو محمود سعيد باشا، ومحاوله لاحراز نقطه، وفي خطا على لاعب نادي سموحه، والكوره 9 الاهلي 6 سموحه. والارسال مع النادي الاهلي، طبعا في خطط لعب الكابتن فرناندو منتيز الاسباني بيقدر ينوع في الخطط حسب الفريق اللي قدامه. خارج الملعب، خارج الملعب من عبد الرحمن سعودي، النقطه 7 7 سموحه 9 النادي الاهلي. 11 على الارسال، محمد ابو رايه هيلعب ارسال من اعلى، حوار ثنائي كده ما بين حسام يوسف ومحمد عبد المحسن، وانتهى بسماع صفاره الحكم الاول محمد ناصر حمدي، وقدر ان هو حسام يوسف بيلعب الكره فوق حائط الصد مره ثانيه، محاوله مره اخرى من سيف عابد، وحسام يوسف بيلعب هناك كده لاحمد عزب في مركز 4. يا ولد يا احمد تسلم ايديك، تسلم ايديك يا ابو عزب. احمد عزب الشرباجي بيجيب النقطة العشرة للنادي الأهلي، أهو هناك حسام يوسف عدله في مركز 4 وطلع طلع 100 100، خد خطوات الارتقاء والارتقاب، وقدر يبقى مسافة الوثب عالية جدا ويضرب الكرة ويجيب النقطة العشرة. حسام يوسف على الإرسال رقم 12، استقبال حسن واستقبال سموحة وحائط صد، ومرة ثانية بيلعب الكرة، ولكن الكرة دبل لعبها مرتين ورا بعض وتحتسب نقطة غير حائط الصد، نقطة على النادي الأهلي، 8 الأهلي 10
8 سموحه 10 الاهلي امام حضراتكم جماهير النادي الاهلي بترفرف علم الاهلي في المدرجات وعامله حس في مدرجات صاله مغطاه للنادي الاهلي. ارسال ضايع من النادي سموحه والنقطه 11 11 الاهلي 8 سموحه والارسال مع النادي الاهلي. احمد عزب الشرباجي بياخد زي ما قلنا قبل كده في ماتشات الاهلي بياخد بيعد خطوات عشان يلعب صح عشان ما يلمس خط النهايه ويتحسب عليه نقطه. استقبال نادي سموحه بضربه ساحقه ومحاوله مره ثانيه وتنزل في ملعب سموحه وتبقى نقطه للنادي الاهلي النقطه 12. بدا الفرق يزيد ثاني مره ثانيه وصلنا لاربع نقاط اهو هو كان سته من شويه ولكن سموحه خد نقطتين ورا بعض وبعدين رجع الاهلي يزود الفارق ثاني الى اربع نقاط. ارسال مع النادي الاهلي احمد عزب الشرباجي رقم 22 ارسال من اعلى مع الوزن بيعدي وارسال قوي واستقبال مره ثانيه محاوله من ولكن الكره دي محموله وشاور عليها الكابتن ناصر حمدي الحكم الاول. كره محموله على نادي سموحه اهو بص شال الكره وهو طالع يلعب الكره خدها او يعتبر الكره عملت ريست على ايده دي تبقى كوره محموله وخطا على اللاعب اللي لعب الكوره والنتيجه 13 الاهلي 8 سموحه. وقت مستقطع طلبه كابتن اشرف رشاد المدير الفني للنادي سموحه ودي هذه كابتن فرناندو بنتيزر الاسباني المدير الفني للنادي الاهلي ومحمد السيد ومحمد الحسيني واقفين مع المدرب وتعليماته بقى والاخطاء عشان يحاولوا يزودوا الفارق والفريق وصل 5 نقاط اهو عشان ينهوا هذا اللقاء لصالح النادي وهذا الشوط لصالح النادي الاهلي. انتهى الوقت المستقطع. ادي الكابتن اشرف رشاد كان مدرب نادي الزمالك قبل كده اشتغل مع الكابتن احمد مصطفى. وادي الارسال احمد عزب الشرباجي 13 الاهلي 8 سموحه والارسال مع احمد من اعلى هيلعب ارسال من اعلى مع الوزن استقبال اعداد رقم 7 من نادي سموحه محمود سعيد باشا وبيضرب الكوره ونقطه لنادي سموحه. على الارسال رقم 5 رومان فولكاف المحترف الاوكراني يلعب ارسال من اعلى مع الوزن استقبال النادي الاهلي اعداد حسام سريع اهو من مركز 3 من محمد عبد المحسن. انا قلت لحضراتكم حسام يوسف بيلعب اللي في مركز 2 سواء احمد عزب او سواء محمد عصران او سيف عابد وفي مركز 3 اللي فيه محمد عبد المحسن وعشان يقدر ياخد ضربات سريعه وكرات سريعه ويجيب نقط. 14 الاهلي 9 سموحه واستقبال ضربه ساحقه وحائط صد في تغطيه على حائط الصد من النادي الاهلي عصران وطالع سيف عابد وبيضرب من مركز 4 من مركز 2 وبيجيب النقطه 15. 15 الاهلي 9 وزاد الفارق الى 6 نقاط اهو رجع تاني الى 6 نقاط. وعلى الارسال محمد عبد المحسن رقم 16. محمد عبد المحسن رقم 16 مركز 3 هيلعب ارسال من اعلى استقبال اعداد ومحاوله من رقم 2 محمد عادل بيضرب على النادي الاهلي وسيف عابد طالع من مركز 2 وبيجيب النقطه 16. اسلم ايدك يا سيف اهو اعداد خلف حسام يوسف وطالع وضارب سيف من مركز 2 وبيجيب النقطه 16. 16 9 النادي الاهلي عبد المحسن على الارسال رقم 16 يلعب ارسال من اعلى عبد المحسن خارج الملعب يا عبد المحسن خارج الملعب يا جماعه نهد شويه على الارسال والنقطه 10 لسموحه وفارق 6 نقاط لصالح النادي الاهلي والارسال مع رقم 10 من نادي سموحه محمد محمود ابراهيم هيلعب ارسال هو محمد عفيفي يعني ارسال من اعلى استقبال النادي الاهلي عصران اعداد حسام يوسف وسيف عابد بسم الله ما شاء الله بيضرب وحائط صد
من سموحه ومحاوله من سيف وعبد الرحمن سعودي الى حائط الصد، ولكن الكره بتبقى خارج الملعب ونقطه على النادي الاهلي. نقطه 11 اهو طالع ضارب وخرجت من سيف عابد ونقطه، وحاول عليها لاعب النادي الاهلي ولكن لم يستطيع انقاذ الكره. ارسال من نادي سموحه، استقبال الاهلي ومحاوله مره ثانيه ولكن نقطه للنادي الاهلي. احمد عزب اللي كان بيدافع اهو من حضراتكم اهو، ويعدي الكره عبد الرحمن سعودي وبيجيب نقطه، و17 الاهلي وسموحه 11، والارسال سيف عابد رقم 14. ارسال من اعلى، استقبال نادي سموحه، اعداد وضربه ساحقه حائط صد من النادي الاهلي ولكن تنزل ملعب النادي الاهلي، تبقى نقطه على النادي الاهلي. عبد الرحمن سعودي ومحمد عبد المحسن، وفي تغيير لنادي سموحه رقم 3 داخل وخارج رقم 7 وداخل رقم 12 وخارج رقم 2. رايح اهو رقم 12 على الارسال احمد ياسر مدحت او العشري، يلعب ارسال ونزل. ارسال من العشري، استقبال اعداد حسام يوسف خلفه وحسن عابد تاني، سيف حسن عابد مره تانيه، ومحاوله من رقم 3 من نادي سموحه اللي هو رومان فولكر، رقم 3 اللي هو محمد جبل، ولكن في خطا ونقطه لنادي الاهلي 18 12 سموحه. الارسال مع محمد عصران النادي الاهلي، 18 الاهلي 12 سموحه، رجعنا لست نقاط تاني. عصران على الارسال، يبقى ارسال قوي، بيعدي الكوره كده مره تانيه، فولكف او رومان فولكف رقم 5 الاوكراني، وبيجيب ضربه ساحقه قويه وبيحرز منها نقطه مباشره، ياخد نقطة، النقطة 13، والإرسال مع نادي سموحة. 13 على الإرسال، أدهم محرم هيلعب إرسال قوي، أدهم بتيجي في الشبكة ونقطة للنادي الأهلي، نقطة 19. يبقى الأهلي 19 13 سموحة، ورايح على الإرسال عبد الرحمن سعودي، عبد الرحمن سعودي عبد الرحمن سعودي على ارسال رقم 15، هيلعب ارسال قوي من اعلى مع الوزن، استقبال نادي سموحه، اعداد مره ثانيه ومحاوله من نادي سموحه لاحراز النقاط، ولكن الاهلي واقف بالمرصاد في الضرب الساحق وفي الدفاع عن الملعب وفي التغطيه على حائط الصد وعلى الضارب، وادي ضربه ساحقه من احمد عزب وبتجيب النقطه، نقطه 20 20 الاهلي 13، وفارق 7 نقاط لصالح النادي الاهلي، وفارق اهو وقت مستقطع طلبه الكابتن اشرف رشاد المدير الفني نادي سموحه، واعتقد ان ده الوقت المستقطع الثاني ليه. 20 الاهلي 13 سموحه، اهو كابتن اشرف اهو وادي تعليماته للاعبي الفريق عشان نقلل ضياع الكرات وعشان الارسالات اللي ضايعه كتير ما تضيعش. وادي الكابتن فرناندو بنتيز المدير الفني الاسباني، محمد السيد والحسيني مدربة الفريق، وعبد اللطيف عثمان مدير الفريق، واحمد محمد اسامه اداري الفريق، واسامه ابو زينه محلل تقني، وشادي فهيم محلل تقني، شريف محمد صلاح مدرب اللياقه، ايهاب فخر الدين طبيب، اسر محمد كمال اخصائي العلاج الطبيعي، اسامه ابراهيم اخصائي تاهيل، ومحمد شهير الدين مدلك الفريق. الارسال مع النادي الاهلي عبد الرحمن سعودي رقم 15. 20 الاهلي 13 سموحه، مباراه الجوله الثانيه بالدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز ألف رجال موسم 2023-2024، والنقطة 21 للنادي الأهلي. الأهلي يتقدم 21-13. الإرسال مع النادي الأهلي، رايح زقزوق للحكم الأول، في حاجة أعتقد يعترض المدرب، وفعلا القرار الأخير تغير لصالح نادي سموحة في خطأ، والحكم الثاني زقزوق طبعا، اثنين حكام دوليين وطبعا كلامهم اكيد
هيكون ليه بصمه. قال ارسال مع نادي سموحه والنتيجه طبعا كده اتغيرت، هتبقى 14 سموحه 20 النادي الاهلي، وعلى ارسال رقم 11 ابو ريه بيلعب ارسال من اعلى استقبال النادي الاهلي حسام يوسف، ضربه خلفيه من محمد عصران. يا ولد يا عصران، عصران بيجيب النقطه 21 وما همهمش ويوصل النقطه 24 و25 في هذا الشوط. الارسال مع النادي الاهلي وعلى ارسال حسام يوسف بيلعب ارسال واستقبال سموحه ومحاوله كده ودفاع عن الملعب من حسام يوسف تاني، سيف عابد بيلعب الكره ويحاول يعدي الكره عصران وعداها فعلا لملعب سموحه مره تانيه ومحاوله وهيتصد من احمد عزب الشرباجي وبيلعب وبيطلع فردي لوحده وبيجيب النقطه 22. برافو يا احمد يا عزب، برافو يا احمد يا عزب، اهو طالع، اهو طالع هو ومحمد عبد المحسن، ولكن هي جت ناحيه احمد عزب ورجع الكره ملعب سموحه وبيجيب النقطه 22 وقدر يحول الدفاع الى هجوم وجاب نقطه للنادي الاهلي. 22 الاهلي 14 سموحه. حسام يوسف هيلعب ارسال من اعلى استقبال نادي سموحه، اعداد وضربه ساحقه هناك ويجي في الشبكه والنقطه 23. النقطة 23 الأهلي 14 سموحة، واقترب الأهلي من الفوز بالشوط الثاني. على إرسال حسام يوسف كلاكيت ثاني مرة معد النادي الأهلي، وهذا تغيير لنادي سموحة، 14 داخل مكان رقم 5 فولكف، 14 اللي هو هشام غريب رقم 14 أهو أمام حضراتكم، نزل مكان فولكف اللي هو 6 5 الأوكراني المحترف الاوكراني. محاوله مره ثانيه وخارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 24. 24 الاهلي 14 سموحه، واهي كره متشاطه ولكن خارج الملعب، خارج الملعب. والارسال ما زال مع حسام يوسف، النادي الاهلي هيلعب الارسال، يا ترى هينهي هذا الشوط بهذا الارسال ولا هنستمر لسه؟ هنشوف اهو امام حضراتكم، ودي ارسال استقبال مرة تانية ضربة ساحقة ولصالح نادي سموحة، النقطة 15. ده التاتش بلوك 15 سموحة 24 النادي الاهلي. والارسال مع نادي سموحة رقم 3 ابو جبل، محمد ابو جبل او محمد جبل، ارسال قوي استقبال حسام، ضربة ساحقة كده من أحمد عزب الشرباجي ويجيب النقطة 25 وينتهي الشوط الثاني 25-15 لصالح النادي الأهلي. الشوط الأول خلص 25-19 والشوط الثاني 25-15 وراح ما بين الشوطين الثاني والثالث، ومع فاصل ونعود لحضراتكم مرة ثانية. مع حضراتكم مرة ثانية من نتابع امام شاشه قناه النادي الاهلي، نتابع مباراه الكره الطايره بين النادي الاهلي العظيم نادي الانجازات والبطولات والانجازات ونادي سموحه في مباراه الكره الطايره في الجوله الثانيه للدور الثاني بطوله الدوري الممتاز الف رجال للكره الطايره 2023-20. حكم هذا اللقاء ناصر حمدي ومحمد زقزوق حكم تاني، وادي تشكيل الشوط الثالث، محمد عبد المحسن نفس التشكيل اعتقد رقم 16 واحمد عزب الشرباجي رقم 22 وعبد الرحمن سعودي رقم 15 ومحمد عصران رقم 9، سيف حسن عابد رقم 14 ومعاهم محمد رمضان اللي هو ليبرو الفريق رقم 7 وحسام يوسف كابتن الفريق اعتقد ومعد الفريق بعد كابتن عبد الله عبد السلام، ونزل من محمد رمضان الليبرو مكان عبد الرحمن سعودي. وطبعا الجهاز الفني النادي الاهلي بنذكركم به، فرناندو بنتيز الاسباني مدير الفني، محمد السيد ومحمد حسين مدربان، عبد اللطيف عثمان مدير فريق، احمد محمد اسامه اداري الفريق، اسامه ابو زينه وشادي فهيم محللان تقنيان، شريف محمد صلاح مدرب لياقه بدنيه، ايهاب فخر الدين طبيب، آسر محمد كمال اخصائي العلاج الطبيعي، اسامه ابراهيم اخصائي تاهيل، محمد شهير الدين مدلل. والارسال مع نادي سموحه ارسال من اعلى
ونقول لحضراتكم اسماء نادي سموحه مره تانيه، حائط صد خارج الملعب والنقطه الاولى في الشوط الثالث للنادي الاهلي. نادي سموحه اهم حضراتكم رقم 13 ادهم محرم، ورقم 11 محمد ابو رايه، ورقم واحد محمد سيد احمد، ورومان فولكف الاوكراني المحترف في صفوف نادي سموحه، و22 محمد درونكا او احمد درونكا، محمد عبد العال درونكا الشهير بدرونكا، ده ليبرو الفريق، ورقم 10 من نادي سموحه محمد محمود ابراهيم عفيفي، والنتيجه التعادل 1-1، ودي ضربه ساحقه من نادي سموحه وبيجيب النقطه الاولى لنادي سموحه. امام حضراتكم ورقم 12 احمد ياسر مدحت، ده دفع بيه الكابتن اشرف والجهاز الفني لنادي سموحه، اشرف رشاد مدير فني، محمد مجدي، محمد رشدي، محمد رشدي مدرب عام، محمد زكريا محلل تقني، مصطفى العشماوي اداري، عمر سالم مخطط احمال، محمد جمعه علاج طبيعي، دكتور احمد يونس مطور اداء فني، شريف السيد مهمات، وبيلعب معاهم او في التشكيل او حد محطوط كابتن اشرف رشاد قال لي عليه، مواليد 2015 يعني 18 سنه، فارس وليد عباس، رقم 19. والنقطه الثالثه للنادي الاهلي محمد عبد المحسن بيجيب النقطه الثالثه، ثلاثه الاهلي واحد سموحه اهو طالع، ومحمد عبد المحسن طلع حائط صد ورجع الكوره ملعب سموحه وبيهني نفسه او بيحتفل بطريقته الخاصه. وادي احمد عزب الشرباجي على الارسال رقم 22، ارسال من اعلى مع الوزن، استقبال النادي سموحه واداد وحائط صد مر خارج الملعب ونقطه لنادي سموحه، النقطه الثانيه. اثنين سموحه ثلاثه الاهلي، يلا يا رجاله نعدل الفرقه، نعدل النتيجه ونزود الفارق لصالحنا. رقم ثلاثه على الارسال من نادي سموحه محمد جبل، يلعب ارسال من اعلى خارج الملعب يا محمد قوي جدا، والنقطه الرابعه للنادي الاهلي، دبل سكور، اربعه الاهلي اثنين سموحه. الشوط الثالث ده ولا ان شاء الله لو الاهلي يفوز بيه ويفوز بالمباراه، والنتيجه اربعه الاهلي اثنين سموحه في النتائج في الشوط الثالث في النقاط، والاهلي متقدم الشوطين الاول والثاني 25-19 25-15. ارسال من اعلى محمد عبد المحسن، استقبال نادي سموحه واعداد وضربه ساحقه ومحاوله من محمد عبد المحسن يعدي الكوره، ولكن ما لحقهاش سيف عابد الكوره الثالثه وتعدي تحت الشبكه وتبقى نقطه لنادي سموحه والنقطه الثالثه. ورايع الارسال رقم 13 من سموحه ادهم محرم، اهو محاوله من سيف عسل عابد في الاعاده وباينه امام حضراتكم، ولكن ما لحقهاش ونقطة للنادي سموح. أدهم طالع على الإرسال، أدهم محرم وخطأ وخارج الملعب ونقطة لنادي الأهلي. الأهلي خمسة ثلاثة سموحة، والإرسال مع النادي الأهلي، سيف عابد هيلعب الإرسال من أعلى مع الوزن، سيف هيلعب ارسال من اعلى، استقبال نادي سموحه، اعداد ومحاوله، وعبد الرحمن السعودي بيلعب الكره كده جياله ومعديه الشبكه ولعبها بايديه وجاب نقطه، النقطه السادسه اهي في الاعاده باينه قدام حضراتكم، طالما الكره فوق الحافه العليا للشبكه من حق اي لاعب يلعبها، فلعبها عبد الرحمن السعودي وجاب منها النقطه السادسه. سته الاهلي ثلاثه سموحه، وعلى الارسال كلاكيت تاني مره، سيف عابد، سيف حسن عابد هيلعب ارسال من اعلى، ارسال من اعلى، سيف بيلعب ارسال قوي خارج الملعب يا سيف، خارج الملعب، ونقطه لنادي سموحه النقطه الرابعه. اربعه سموحه سته الاهلي، 11 على الارسال ابو رايه، محمد ابو رايه هيلعب ارسال من اعلى، استقبال النادي الاهلي، اعداد حسام يوسف خلفي وضربه ساحقه من حسن عابد اللي جاي وطالع، سيف حسن عابد وضرب من مركز اتنين وجاب النقطه السابعه اهو امام حضراتكم، سبعه الاهلي اربعه سموحه، نفس التغيير اعتقد ما يتغيرش من بدايه الشوط الاول والشوط الثاني والشوط الثالث الا مع عبد الرحمن حسيني ما نزل في الشوط الثاني. عصران على الارسال، محمد عصران رقم تسعه من النادي الاهلي،
يلعب ارسال من اعلى عصران، استقبال ارساله قوي جدا عصران، ضربه ساحقه ومحاوله من نادي سموحه والكوره خارج، والكوره فور باص بقى وخطا على النادي الاهلي كده، وخمسه سموحه سبعه الاهلي. الارسال مع سموحه رقم 12 على الارسال، احمد ياسر العشري، العشري يلعب ارسال من اعلى، استقبال محمد رمضان، اعداد حسام يوسف، ضربه ساحقه من عبد الرحمن سعودي خارج الملعب، في اعتراض عليها من لاعيبه الاهلي، حسام يوسف اهو بيقول له شوف الحكم الثاني، كابتن ناصر حمدي مصر بيقول له الكره بره، كابتن عادل كابتن حسام يوسف يشوف اهو بيقول له بص شوف الكوره، وارسال مع نادي سموحه، وسته سموحه سبعه الاهلي، ارسال من اعلى استقبال الاهلي، اعداد حسام، واحمد عزب بيلعب الكوره وخارج الملعب، ونقطه ثامنه للنادي الاهلي. يلا نفرق بقى ونزود الفارق لصالحنا، ناخد الارسال اهو معانا، كوره جت في حائط الصد وخرجت بره الملعب ناحيه ملعب النادي الاهلي، والارسال مع عبد الرحمن سعودي رقم 15، رحمن من اللعيبه المتميزين في مركز ثلاثه، هيلعب ارسال من اعلى، واستقبال سموحه، محاوله مره ثانيه وبيعدي الكوره سيف عابد، حسام يوسف يلعب الكوره احمد عزب فوق حائط الصد مره ثانيه، كوره سجال ما بين الفريقين اهي، حسام ثاني، وادي محمد عبد المحسن يا ولد يا ولد، محمد عبد المحسن كده بيلعب الكوره كده قرباك بيجيب منها اهو، طالع وضارب سريع جت في لاعب اللي هو احمد درونكا وخارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي، النقطه التاسعه، تسعه الاهلي سته سموحه، على الارسال عبد الرحمن سعودي هيلعب ارسال من اعلى مع الوزن، استقبال سموحه، اعداد وضربه ساحقه ومحاوله من دفاع عن الملعب محمد عصران، حسام يوسف بينوع اللعب، حسام جميل قوي المعد النادي الاهلي، وضربه ساحقه من احمد عزب، يا ولد تسلم ايديك يا احمد يا عزب، اهو طالع وضارب من مركز اربعه، وطلع معاه محمد عبد المحسن طبعا عشان يعمل يعني زي ما تقول بتخيل او يحاول يقول ان هو هيلعب الكوره، ولكن احمد عزب الشرباقي طلع وضرب الكوره من اعلى نقطه وجاب النقطه العشره، الاهلي 10 6 سموحه، ووقت مستقطع طلبه المدير الفني لنادي سموحه كابتن اشرف رشاد، وادي النادي الاهلي وتعليمات المدير الفني فرناندو بنتيز الاسباني ومعاونيه محمد السيد ومحمد الحسيني، وانتهى الوقت المستقطع و30 ثانيه، ونزل الفريقين ارض الملعب، الارسال مع النادي الاهلي 10 الاهلي 6 سموحه، وعبد الرحمن سعودي على الارسال رقم 15، وادي تدوينات بقى وكتابات وملاحظات المدير الفني فرناندو بنتيز المدير الفني الاسباني، اكيد طبعا لها فايده جدا هذه الملاحظات عشان يدون الاخطاء، وادي كده استقبال وحش من احمد درونكا ويحاول عليها زميله من الفريق، ولكن الكوره خارج الملعب، ونقطه 11 للنادي الاهلي اهو، درونكا وبعدين جت خطا ورجع جري عليها رقم 13 عشان يلحقها ادهم محرم، وحاول ولكن بره الملعب، ونقطه لنادي الاهلي، 11 الاهلي 6 سموحه، وعلى الارسال عبد الرحمن سعودي ما زال مستمر على الارسال، استقبال وحش برضه من ادهم، بيعدي الكوره سيف عابد، حسام يوسف بيضرب محمد عصران كده يا ولد يا عصران، ويجيب النقطه 12، المزاج عالي قوي عند لعيبه الاهلي اهو، عصران طالع وضارب خلفي وضرب وجات في لاعب من نادي سموحه وتنزل الملعب وتخرج، وتبقى نقطه للنادي الاهلي، النقطه 12 6 دبل سكور، متميزين في الشوط الثالث طبعا، سخنوا ولعبوا واجادوا في الشوطين الاول والثاني، وطبعا الشوط الثالث عايزين بقى يحلوا بيه، وادي كوره خارج الملعب، ولكن جت يعني هي الحكم حسبها تاتش بلوك، جت في احد اللعيبه، ونقطه لنادي سموحه، النقطه السبعه، سبعه سموحه الاهلي 12، انتقل الارسال لنادي سموحه، سموحه على ايدك اليمين بالزي الابيض اهو، رقم خمسه هيلعب الارسال، فولكف المحترف الاوكراني رقم خمسه هيلعب ارسال من اعلى، ارسال قوي جدا بيلعبه،
حسام يوسف، حسن سيف حسن عابد بيلعب وضرب نار. وادي وادي احمد عزب طلع ما صدق، لقى الكوره فوق الشبكه وطلع وضربها واداها قوه دفعه قويه وجاب منها النقطه 13. بص اهو طالع وضرب الكوره، طالما الكوره فوق الشبكه من حق اي لاعب يلعبها بسرعه جدا ويجيب منها نقطه. 13 الاهلي، 7 سموحه، وسيف عابد عليه وحسام يوسف على ارسال، بيلعب ارسال قوي، استقبال مره ثانيه وحائط صد ناجح من محمد عبد المحسن. يا ولد يا ولد يا عبد المحسن، عبد المحسن كل شويه يتحفنا بكوره، يا اما ضربه صحيحه سريعه من مركز ثلاثه، يا اما حائط صد جميل فردي. هو طالع معاه سيف عابد، ولكن هو الكوره هو اللي رجعها ملعب نادي سموحه، والنقطه 14. 14 الاهلي، 7 سموحه، والوقت المستقطع الثاني النادي سموحه، والكابتن اشرف رشاد طلب الوقت المستقطع امام حضراتكم فريق النادي الاهلي اهو. تعليمات تصحيح الاخطاء، وعندهم مزاج عالي قوي النهارده لعيبه الاهلي بيلعبوا فوقان ومصحصحين جدا، و يعني ضربات سحقه متتاليه، تغطيه على حائط الصد جميله جدا. ادي محمد جابر رقم 3 نادي سموحه، كان بيلعب في نادي الزمالك ونادي بتروجيت قبل ذلك. ارسال مع نادي الاهلي، حسام يوسف والاهلي 14، 7 سموحه، دبل سكور. يا حسام بيلعب ارسال قوي، استقبال مره ثانيه 13، بيطلع وحائط صد مره ثانيه، كان هيتكرر اللي فات ولكن في دفاع عن الملعب على حائط الصد من لاعبي نادي سموحه، ونقطه لنادي سموحه النقطه التامه. كمان يا سموحه الاهلي 14، والارسال مع نادي سموحه، محمد عبد المحسن هو رقم 16 وسيف عابد بجواره. في تعليمات كده اكيد من المدرب او المدير الفني ومن الاثنين مدربين محمد السيد ومحمد الحسيني. محاوله مره ثانيه، ارسال، استقبال رمضان، اعداد حسام. يا ولد يا ولد يا محمد يا عبد المحسن، بقول لحضراتكم محمد عبد المحسن رقم 16 فايق النهارده، فايق فايق يعني. حسام يوسف عمال يعدله وهو بيشوط سريع من مركز ثلاثه. وادي وادي النقطه 15. 15 الاهلي، 8 سموحه، والارسال مع احمد عزب الشرباجي. النهارده كل اللعيبه بسم الله ما شاء الله فايقين ومروقين، وادي محاوله من دفاع نادي سموحه ولكن ما لحقوش الكوره وخارج الملعب، والنقطه 16. وادي التهنئه مع بعض كده والاحتفال بالنقطه 16. الاهلي 16، 8 سموحه، دبل سكور اهي مره ثانيه، بيجروا عليها الاثنين لعيبه من نادي سموحه رقم 13 ورقم 11 من نادي سموحه ادهم محرم وابو رايه، ولكن الكوره نقطه للنادي الاهلي، وضر وارسال قوي من احمد عزب الشرباجي بسم الله ما شاء الله، ولكن نقطه للنادي سموحه. النقطه رقم 9. 9 سموحه، 16 الاهلي، والارسال مع محمد جبل. هيلعب الارسال رقم 3 محمد جبل. 9 سموحه، 16 الاهلي، واستقبال قوي، ضرب ارسال قوي جدا ودفاع عن الملعب وحائط صد، ولكن تيجي في ليبرو النادي الاهلي محمد رمضان وتيجي في الحكم طبعا تبقى خارج الملعب، ونقطه لنادي سموحه النقطه العشرة، هي جت في وشه اعتقد او جت في جسمه. ارسالنا على نادي سموحه محمد جبل. 10 سموحه، 16 الاهلي، ارسال من اعلى قوي، محمد جبل بيلعب ارسال قوي، اعداد حسام، ومحاوله من سيف عابد وحائط صد من نادي سموحه، ومره ثانيه اتلعبت الكره مستمره، هو في اعتراض من لاعبي الاهلي ولكن الحكم مش هيقول لهم، قال لهم لا كره مستمره. وادي ضربه ساحقه ومحاوله مره ثانيه من النادي الاهلي، وادي دفاع عن الملعب، حسام يوسف، محمد عصران بيلعب الكوره وبيجيب منها النقطه رقم 17. هو مش مصدق نفسه، هو لعب الكوره اهو في الاعاده وطلع ولعبها بايدين اثنين، وكان طالع يضرب بس ما خدش الارتقاء الصحيح او الوقت المناسب ان هو يضرب، فما خدش قوه الدفع عشان يضرب الضربه الساحقه بذراعه واحده، لعبها بايدين اثنين وجاب منها نقطه. المهم النقطه، الاهلي 17، 10 سموحه، والارسال مع النادي الاهلي، محمد عبد المحسن يلعب ارسال قوي، استقبال النادي سموحه، دفاع عن الملعب حسام يوسف، عصران
خارج الملعب من احمد عزب الشرباجي، بيلعب الكوره وتبقى خارج الملعب ونقطه للنادي سموحه. 11 سموحه 17 الاهلي. على الارسال رقم 13 ادهم محرم. ادهم هيلعب ارسال من اعلى استقبال النادي الاهلي. خارج الملعب ادهم والنقطه 18 لصالح النادي الاهلي. الاهلي 18 11 سموحه. مباراه الكره الطايره اللي لسه جاي امام شاشه قناه النادي الاهلي في الكره الطايره رجال الجوله الثانيه في الدور الثاني لبطوله الدوري ممتاز الف رجال موسم 2022 2023 2024. سيف عابد على الارسال. سيف حسن عابد بيلعب ارسال قوي المره دي واستقبال واعداد خلفي وحائط صد ولكن خارج الملعب ونقطه للنادي سموحه. 12 سموحه 18 الاهلي. ست نقاط فارق للنادي الاهلي. الاهلي فايقين وفي تغيير للنادي سموحه، واحد خارج واحد داخل محمد سيد وخرج رقم 11 مع ابو راي. ده البديل بتاعه اللي هو علوان محمد سيد احمد علوان بديل 11 محمد ابو راي. هيلعب ارسال محمد سيد احمد. هيلعب ارسال من اعلى وادي استعداد لعيبه النادي الاهلي. ارسال من اعلى وتيجي في الشبكه ويضيع الارسال، يعني هو نازل عشان يلعب الارسال فالارسال ضاع. 19 الاهلي 12 نفس التغيير هينزل تاني وتغيير في النادي الاهلي. محمد عصران طالع ونزل عبد الرحمن الحسيني اهو هيلعب على ارسال عبد الرحمن الحسيني. ده التغيير اللي اتعمل برضه الشوط الثاني. هيلعب الارسال 19 الاهلي 12 سموحه. هيلعب ارسال من اعلى عبد الرحمن. ارسال قوي جدا ومحاوله من لاعبي النادي سموحه ولكن خارج الملعب والنقطه 20. ايدك صاروخ يا عبد الرحمن. بص بيزقوه محمد رضا اهو محمد رمضان ليبرو الفريق بيزقه بيقول له يلا العب يلا هات لنا نقطه ثانيه. 20 النادي الاهلي سموحه 12 والارسال مع عبد الرحمن الحسيني. الشوط الثالث مباراه الكره الطايره وبيضيع الارسال. نقطه للنادي سموحه النقطه 13. وعلى الارسال رقم 12 احمد ياسر مدحت العشري. العشري هيلعب ارسال من اعلى مع الوزن. 13 سموحه 20 الاهلي ارسال من اعلى استقبال النادي الاهلي. عصران بيعدي الكوره مره ثانيه بترجع وادي حائط صد مره ثالثه ومحاوله وادي كره خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي. ضربه صحيحه خارج الملعب النقطه اهي خارج الملعب والنقطه 21 الاهلي 13 سموحه. وعلى الارسال عبد الرحمن سعودي رقم 15. في اعتراض من محمد جبل بيكلم الحكم بيقول له يعني المفروض انت حكم ثاني الحكم الاول ولكن القرار هو القرار الاول والاخير الحكم الاول. عبد الرحمن سعودي استقبال وحش جدا ومحاوله من محمد جبل انه يعدي الكره فعلا عداها وضربه ساحقه من سيف حسن عابد وبيجيب نقطه على خط النهايه بالظبط وبيجيب النقطه 22. ابطال لعيب النادي الاهلي فايقين رايقين وبياكدوا جدارتهم ل ان شاء الله في الاقتراب من الدوري والحصول على لقب الدوري. عبد الرحمن سعودي بيلعب الكوره مره ثانيه ومحاوله ولكن الاهلي بيدافع. احمد عزب ومحاوله مره ثانيه من احمد عزب وادي النقطه من عبد الرحمن. احمد عزب بيجيب النقطه 23. 23 الاهلي 13 سموحه. اهو احمد عزب طالع ولعب الكوره كده في حائط الصد ونزلت بره الملعب بتبقى نقطه للنادي الاهلي. الاهلي 23 13 سموحه 10 نقاط فارق. سعودي على الارسال. عبد الرحمن سعودي بيلعب ارسال من اعلى استقبال اعداد وضربه ساحقه من ابو جبل. يا ولد يا ابو جبل ضربه ساحقه من مركز اربعه بيجيب نقطه النادي سموحه نقطه 14. 14 الاهلي 14 سموحه 23 الاهلي. فولكف المحترف الاوكراني في صفوف نادي سموحه رومان فولكف ارسال من اعلى مع الوزن ارسال قوي جدا. حسام يوسف ضربه ساحقه من احمد عزب الشرباجي وبيضرب من مركز اربعه وبيجيب النقطه 24 واقترب النادي الاهلي من الفوز بهذا الشوط وهذا اللقاء في الكره الطايره الجوله الثانيه في الدور الثاني الموسم
2023 2024 للكرة الطايرة في الدوري الممتاز ألف رجال. والإرسال مع حسام يوسف، وإرسال واستقبال سموحة، وضربة ساحقة ومحاولة، ولكن نقطة لنادي سموحة، النقطة 15 15 سموحة، 24 الأهلي، الأهلي نقطة، وينهي أبناء القافلة الحمراء هذا اللقاء وهذا الشوط وهذا الشوط وهذا اللقاء لصالحهم نقطة واحدة. تفصلنا على نهاية الشوط والمباراة، استقبال نادي الأهلي، وادي أحمد عزب الشرباجي، وبينهي أحمد عزب الشوط الثالث 25-15، ويفوز النادي الأهلي 25-15 مقابل ثلاثة أشواط مقابل لا شيء. وسجدة كده شكر من لاعبي النادي الأهلي، وألف مبروك للنادي الأهلي الفوز على سموحة 3-3. الشوط الأول 25-19، 25-15 الشوط الثاني، 25-15 الشوط الثالث. وتمنياتي لفريق سموحة بالتوفيق والنادي الأهلي في المباريات القادمة إن شاء الله، وألف مبروك للجهاز الفني ولاعبي النادي الأهلي، وإن شاء الله نراكم في مباريات أخرى قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محدثكم دكتور مروان صالح، وإلى لقاء آخر بإذن الله.